السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزوف الأول نصة فيديو إن شاء الله راح نحكي لكم على أفضل بنك في الجزائر بالنسبة للطلبة وبيانا بيو بنك لارجيغب والزيتيديو. تبع معي حتى آخر الفيديو إن شاء الله بس تفاد من هذه المعلومات. يا سكان المملكة، بلا أهم الغايب يعلم الحاضر، واللي ما سمعش يخبر اللي سمع. Il faut avoir une acceptation universitaire de la part l'un des universités du campus France. Donc tu vas constituer un dossier pour la demande de visa. Donc là, dans le dossier de la demande de visa, tu vas avoir une attestation ou bien warqa li tuthbit annak عندك دراهم الكافي ولا المبلغ الكافي باه تروح تقرا في فرنسا. بهذاك المبلغ معناته 7500 او هذاك تقدر تخلص ولا تفينونسي روحك به في فرنسا. دونك الكثير من الطلبه يتساءلون واش هي البنك الافضل ولا واش لا بنك المناسبه للطالب باه يروح يدفع فيها دراهم ولا باه يخرج عندهم ساتيستاسيون. عندك كاين بزاف لي بنك في الجزائر. اون سيت باغ اكزومبل عندك لا بيوا اللي هي بنك اكستيريو دالجيري، عندك ثاني لا بيانا اللي هي بنك ناسيونال دالجيري، عندك اوسي لا بيديا اللي هي بنك دو ديفلوبمون لوكال، عندك اوسي سوسيتي جينيرال، عندك اوسي لا بادات اللي هي بنك اغريكولتور دو ديفلوبمون رورال. دونك يا با مال دو بنك كي اكزيست اون الجيري. دو كاتيك انتوما واش راح تسحقوا؟ راح تسحقوا برك لاتيستاسيون دو 7500 اورو، معناته راح تسحقوا في هذيك البنكه ان كونت اون اورو برك. بصح انت كي تجي تفتح ان كونت اون اورو عندهم راح يشرطوا عليك باه تفتح ان كونت اون دينار. دونك هذاك لو كونت اون دينار سا ديبون كل بنكه والشروط تاعها ولا كل لا بنك ولي كونديسيون تاعها. دونك انتوما شوفوا لا بنك اللي راح تسهل عليكم الامور باه تفتح ان كونت اون دينار اي ان كونت اون اورو. باسكو علاش كاينين دي بنك اللي دوموندي وتحط دراهم اون دينار اي اوسي اون اورو، بار كونتر كاينين دي بنك اللي يقولوا لك تحط باغ اكزومبل برك دراهم اون دينار اون اورو ما تحطش. كاينين اللي يقولوا لك باغ اكزومبل تحط 400 اورو في الكونت تاعك اون ديفيز اي اوسي 5 مليون ولا 3 مليون ولا 4 مليون اون الكونت تاعك اون دينار. دونك انت شوف الكونت ولا شوف لا بنك اللي راح تساعدك ولا الاسهل بالنسبه لك اللي تقدر توفر الشروط تاعهم باه تفتح الكونت بانكير عندهم. ابخي تو ما تنساوش خوتي بلي الكونت بانكير هذاك راح تسحقو برك بوغ ابوا لاتيستاسيون دو 7500 اورو. دونك انا بالنسبه لي انا على التجربه اللي درتها انا درت ان كونت بانكير في لابيانا لا بنك ناسيونال دالجيري. انا ساعدتني هذيك البنكه. اما كاينين بزاف من الطلبه تلقاهم فتحوا لا بيديا لا بادر. دونك كل واحد وين يفتح. دونك نتوما خاطر ديروا كيما هاك روحوا عند هذا البنكه تلقاو الكونسيير هذاك قول واش يلزم لي باه نفتح الكونت عندكم اون اورو، هو راح يقول لك لي كونديسيون اللي عندهم. وانت شوف لا بنك اللي جاتك سهله واللي ما تخلصش فيها بزاف دراهم افتح الكونت بانكي عندهم. كيما قلت لكم خاوتي هذاك لو كونت بانكي اون اورو راح تسحقوه برك بوغ فيغ لاتيستاسيون بانكي هذيك. ابخي تو جو بونس با كو زالي لو يوتيليزي ابخي مي بون اون سي با. فوالا خاوتي هذا واش عندكم في هذا الفيديو وهذه هي النصيحه اللي راح نديها لكم. ثم شوفوا لي بنك هذوك واش لي كونديسيون اللي عندهم كومباري اونتر سي كونديسيون لا اللي تخرج عليك ولا اللي جاتك سهله كابابل انت يكون في جيبك دراهم اون اورو وما يكونوش اون دينار. كابابل يكون عندك دراهم اون دينار ما يكونوش اون اورو بوغ اوفغيغ لو كونت. فوالا هذه هي خاوتي. J'espère que mon message est bien passé, vous faites très très bien ce qui concerne l'ouverture d'un compte bancaire pour un étudiant en Algérie pour procéder sur sa demande de visa. Prochainement, Inch'Allah, je vais vous dire que c'est la banque FIFA, c'est bien sûr les talibans. Donc, je vais vous dire que c'est la banque FIFA, mais si vous avez des questions ou des questions, mettez-les dans les commentaires, je vais vous répondre le plus tôt possible, Inch'Allah. N'oubliez pas de vous dire que c'est la banque FIFA, je vais vous dire que c'est la banque FIFA, à la prochaine fois, Inch'Allah, merci.